طب سؤال، انت بالوراق حبيت لما كنت صغير؟ بالورق يعني اول ما كنت مراهق، بنت يعني الجيران اللي قصادي. يعني كتير عارفة عندنا يعني اللي هي بره الحتة يعمل انت يعني ماش ما يعني ما كانش هي فيه يعني. كده، هي كده العرف بره الحتة، بس اول ما تفوت الحتة تخش كلهم تخش على اخواتك. الحتة اللي بعدها على طول. انا اعدي. اي والله وشو كنت متذكر من اللي بتكتبه؟ احبك والليل والليل اسود ايه هيك شيء صح؟ بسواد العسل. لا يعني انا عالقشره. بفتكر اسمعي بقول لك ايه، حبي ليكي ملوش نهايه، اغرق ولا اضيع انت دوايا، وارجع واقول لك بحبك. والله ما فاكر حاجه تانية. عارفه هي اللي داخله كده يعني، عارفه من زمان قوي عارفه يعني. حلو، بدنا نلحنها هيدي يا مايسترو. في ازاي هتتلحن؟ اسمعي بقول لك ايه، اسمعي بقول لك حب ايه، ليكي ملوش نهاية. اغرق ولا اضيع انت دوايا، اسمعي بقول لك ايه. ايه عملها شعبي؟ ها عملها شعبي. شو حلو هالايام، احتفظت فيهم لهول الاوراق والخرابيش والشخابيط. والشخابيط طبعا والخرابيش احتفظت بيهم طبعا. هلا مين من ولادك اخذ منك هذا الشيء؟ ثلاثة. ثلاثتهم اه والله العظيم يا ثلاثة. حبيبتي يا ماما، اه والله الله يكون في عونها. بدي اتضامن اه معها. والله العظيم